ومن أقصى جنوب المحافظة إلى نهاية حدودها مع كربلاء المقدسة تنتشر القطاعات الأمنية في بابل لحماية زائري الأربعينية من جهة وتوفير الدعم اللوجستي من جهة أخرى إلى المواكب الخدمية. تنتشر مفارز القوات الأمنية على مداخل طريق الزائرين هنا في محافظة بابل من الصباح الباكر حتى ساعات الليل المتأخرة، وهي تؤمن طريق الزوار في ثلاث مناطق أمنية قسمتها قيادة الشرطة، تبدأ من أقصى جنوب المحافظة إلى نهاية الحدود مع كربلاء. محافظة بابل لها خصوصية تختلف عن باقي المحافظات كونها الممر الرئيسي لكل المحافظات، سواء كانت الشمالية، الوسطى، الجنوبية، وكذلك حتى المناطق القريبة من البلدان المجاورة. تعاوننا مع القوات الأمنية وجهودنا إن شاء الله جهود موحدة لتسيير الأمور على ما هي عليه. ليش؟ لأن إذا ما تضافرت الجهود من خلال القوى الأمنية ومن خلال أصحاب المواكب والهيئات الحسينية وجميع العاملين في المواكب لم تسير الأمور على هذه الإنسيابية. لم يقتصر دور القوات الأمنية على الحماية فقط، بل توسع ليشمل الجانب الخدمي وتوفير الدعم اللوجستي للمواكب وتسهيل تحركها باتجاه كربلاء وفق خطة أعدتها قيادة الشرطة. أول ما دخلنا إلى محافظة بابل شفنا دور القوات الأمنية ودور قواتنا الأمنية والحشد الشعبي المقدس، ونشكرهم على هذه الجهود التي يقدمونها لحفظ النظام ولحفظ الزائرين ولتنظيم السير والجوانب الأخرى. فدور يقدمونه كلش ممتاز وجاي يساعدوننا بهواي كتنظيم السير أو الأمن، يعني هواي خدمات، وحتى الزائرين مرات حتى الزائر اللي يطيح يتعب هم يشيلونه. ودعما للأمن تستمر العمليات الاستباقية في المناطق الرخوة أمنيا في قرى ونواحي المحافظة بعد تقسيم الانتشار الأمني إلى ستة محاور أغلبها من الطرق الرئيسية التي يسلكها الزائرون المتوجهون صوب كربلاء. وتستنفر القوات الأمنية جهودها لتأمين مسير الزائرين القادمين من المحافظات الجنوبية متوجهين صوب كربلاء المقدسة. زيد الشهيب، رابعة، بابل.